السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال طارت المحبوبة جدا، طارت ديال الشوكولا. غادي نحضروها بطريقة سهلة جدا ومبسطة، كيجي المذاق ديالها خيالي، بنينة بزاف، وداك الحشوة ديال الشوكولاتة كتجي ناعمة وشي حاجة اللي رائعة بزاف، أحسن من ديال المخابز. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. اذا نبداو على بركه الله بالنسبه للوصفه والطريقه في نفس الوقت. فهنا غادي نبداو بالتحضير ديال العجين. اولا او القاعده ديال الطارت، غادي نحتاجو فيها 150 غرام ديال الزبده اللي تكون طريه او رطبه، وغادي نزيدو عليها السكر كلاصي او سكر ناعم. غادي نعبروا 90 غرام ديال السكر الناعم. هنا غادي نعبروا لكم حتى بالملعقه، كيف ما كتشوفوا يعني ملعقه كتكون عامره. غادي نزيدو رشه ديال الملح ورشه ديال الفانيلا. استعملت الفانيلا البودره كيف ما العاده، ممكن ديروا حتى الفانيلا السائله او سكر منسم بالفانيلا. غادي نحاول انني نخلط شويه باش ما يطرش عليا داك السكر كلاصي، ومن بعد كنستعمل الخلاط الكهربائي باش غادي نطرب ونخلط الزبده حتى كتنسجم مع السكر. ماشي ضروري انكم تستعملوا الطراب مثل ليكم، تكملوا بيديكم، غير بالطراب كتكون اسهل. غير كينسجموا ليا الزبده مع الفاني والمكونات اللي ضفنا، غادي نزيدو جوج ديال الصفار ديال البيض، كنرجعوا نخلطو مده ديال ثواني كذلك حتى كينسجم البيض مزيان، وصافي كنحبسو الطراب، ما غاديش نستعملوه وما غاديش نحتاجوه. صافي غادي نزيدو الان الدقيق اللي يكون خاص بالحلويات، وغادي نزيد كذلك النشا. بالنسبه للدقيق عندنا 250 غرام ديال الدقيق، اللي هي جوج ديال الكيسان ونص دائما ديال الكاس ديال العنبه. غادي نزيد كذلك واحد الملعقه كبيره ديال النشا باش يعطيني ديك التقرميشه في العجينه ديالي، وكذلك يساعد باش يعني ما تجيناش العجينه مطاطيه وما تنزلش لينا في الفران. نحاول انني نخلط شويه هكا بسباتولا ولا بالملعقه، وعاد من بعد كنجمع بيديا كنجمعوا العجين. ومن الضروري جدا اننا ما ندلكوش كيف ما غادي تشوفوا معايا، يعني هنا كنرملو مزيان بديك الملعقه وبديك سباتولا، ومن بعد باليد ديالي كنبقى غير كنضغط حتى كنجمع العجينه ديالي كامله، ما ندلكهاش نهائيا، ونحاول انني ما نعجنهاش. الا تعجنات غادي تخسر لكم في الفران، غادي تجيكم عوجه يعني، وغادي يهبطوا لكم الجناب ديال العجينه في الفران. كيف ما كنجمعوا العجينه ديال الصابلي ديالنا العاديه كنجمعوها بحذر، ومن بعد هذا هو الشكل ديالها فاش كنجمعها. القوام ديالها كيكون رطب ضروري كيف كتشوفوا. غادي نوضحها بلاستيك وغادي ندخلها للثلاجه ترتاح واحد المده ديال نص ساعه تقريبا. بعد ما كترتاح كناخذ هنا جوج قطع ديال البلاستيك الغذائي، غادي نحاول انني نطلقها ما بيناتهم باستعمال ديال الدلاك. ما نحتاج نهائيا نرشو الدقيق، فكنبقى هكا كنقلبها حتى كنوصل للسمك المناسب. غادي تشوفوا كيفاش يعني كيكون السمك ديال هاد العجينه. صافي وصلت للسمك المطلوب، غادي نجيب القالب ديال الطارت. هنا بالنسبه للقالب انا عندي القالب القطر ديالو 26 سنتيمتر، انا غادي ننصحكم ديروا اصغر منه، ديروا تقريبا القالب اللي يكون فيه 24 سنتيمتر باش غادي تجيكم الحشوه هي هذيك. غادي تشوفوا معايا من بعد يعني كيفاش كتجي العماره ديال هاد الطات. فكيف ما قلت يعني قطر 24 سنتيمتر استعملوا او اقل بشويه باش غادي تجيكم احسن من اللي جاتني انا. هنا وهزيت العجينه ديالي بها بالبلاستيك ودعتها هكا في المول او في القالب، وكنحاول انني نضغط ونقاد مزيان بالاصابع ديالي. من بعد غادي نجيب واحد الموس وغادي نحيد دوك الزوائد ديال العجين اللي طبعا غادي نعاودو نستعملوهم، نعاودو يعني نشكلوهم هكا في الديتارت اللي يكونوا صغيرين. بعد ما حيدنا الزوائد كنرجعو هكا بالاصابع ديالنا نضغطو جيدا على الجوانب، نتاكدو مزيان اننا نضغطو حتى كتوصل العجينه للقالب او الاطراف ديال القالب مزيان. الا ما ضغطتوش وقديتوها مزيان، من بعد غادي فاش تحيدو القالب غادي تلقاو الفراغات في الجناب.
صافي هنا كنثقبوا الطارت ديالنا او القاعده ديال الطارت مزيان فرشيطه، كندخلوها للمجمد ترتاح واحد المده ديال 10 حتى 20 دقيقه، باش هكا ملي كندخلوها للفران كتبقى محافظه على الشكل ديالها وما كتهبطش. صافي غادي ندخلوها من بعد الفران 150 درجه ولا النار اللي كتكون مهيله تقريبا واحد 20 دقيقه وحتى كتحمر وتطيب. غادي ندوزو باش نحضروا الحشوه اللي غادي نحتاج فيها هنا في كسرونه 150 غرام ديال الكريمه اللي من الاحسن تكون نوعيه جيده او النوعيه اللي كتكون فيها نسبه ديال الدهون عاليه 35%. غادي نديروا معاها نص كاس ديال الحليب او 75 غرام ديال الحليب مع 20 غرام او معلقه كبيره ديال الزبده. هاد المكونات مع بعضياتهم غادي نوضحهم في كاسرونه كيف ما كتشوفوا، كنوضحهم فوق من النار حتى كيغلاو كيذوبوا تماما مع بعضياتهم، عاد كنزيدوها على الشكلاط. هنا اللي عندي 150 غرام ديال الشكلاط اللي كيكون مقطع باش كيذوب ليا بسهوله. انا استعملت الشكلاط اللي فيه نسبه ديال الكاكاو 55%، ممكن ديروا نسبه اعلى ديال الكاكاو الا بغيتوا المروره او المذاق ديال الشكلاط يكون مجهد اكثر، فانا استعملت كيف ما قلت 55%، يعني المذاق ديالها كيجي زوين وهو هذاك. هنا الخليط من بعد ما سخن مزيان وبدا كيغلي كنفرغه فوق من الشكلاط وكنحرك حتى كيذوب تماما. استعملت في الاول سباتولا ومن بعد استعملت خلاط يدوي، يعني من الاحسن باش كينسجموا لنا مزيان وكنحصلوا على واحد القوام اللي كيكون ناعم بهذا الشكل اللي كتشوفوا. هاد المرحله كنزيد جوج ديال الحبات ديال البيض وكنرجع نخلط حتى كينسجموا مزيان مع الخليط، وصافي كتكون الحشوه ديالي ديال الطارت جاهزه باش غادي نعمرها في القاعده. بالنسبه للقاعده كيف ما كتشوفوا او العجينه ديال الطارت هي من بعد ما طابت هذا هو الشكل ديالها، فكنخليوها حتى كتاخذ واحد اللون مذهب ماشي 100% يعني محمره مزيان، باش هكا مازال غادي ترجع للفران واحد ربع ساعه. فهنا كنخرجوها نخليوها تبرد واحد شويه ونحيدوها من المول ونوضعوها هكا في شي لاطه، وعاد غادي نعمروا فيها ديك الكريمه. هنا بالنسبه لي انا دهنت واحد الدهنه خفيفه ديال الشكلاط الاسود، ماشي ضروري ممكن تستغناو على هذه المرحله، هنا غير باش من بعد تبقى لنا الطارت مقرمشه واخا كتبات. هنا غادي نفرغ داك الخليط اللي حضرت ديال الشوكولا، وهنا هذا هو السبب علاش قلت لكم ديروا قالب اصغر من اللي استعملت انا باش ما يجيوكمش الجوانب ديال الطارت هكا ما عامريش 100% بالكريمه، فديروا قالب 23 سنتيمتر او 24 سنتيمتر باش تجيكم هي هذيك. صافي هنا انا غادي نرجعها للفران مده ديال ربع ساعه، الفران ما طفيناش عليه يعني باقي سخون ربع ساعة تقريبا، من 10 حتى لربع ساعة او 10 حتى 15 دقيقة، او حتى كتهزوها كتحسوا بها انها تماسكت في الوسط، في نفس الوقت ما تخليوهاش كتر من القياس باش ما تجيكمش ناشفة من الداخل او من الوسط. كنخرجوها كنخليوها تبرد واحد شوية ومن بعد عاد كندخلوها الثلاجة واحد المدة ديال نص ساعة حتى الساعة، وديك الساعه يمكن لينا نقدموها نزينوها كيف ما بغينا ونقدموها بالصحه والراحه. انا غادي ندير لها غادي نرش عليها شي ديال السكر كلاصي في الاول مع شي حبات ديال الفريز هكا في الوسط، من بعد ما عجبنيش يعني داك اللون ديال السكر كلاصي كيغطي على اللون ديال الشوكولا، وغادي نرش شويه ديال الكاكاو المر. المهم غادي تشوفوا في النهايه ديال الفيديو الشكل ديالها من بعد ما كنرش عليها الكاكاو، وكذلك في البدايه ديال الفيديو يعني في الصور الشكل ديالها كيجي احسن بالنسبه ليا. المهم نتوما زينوا على حسب الرغبه ديالكم او ممكن تخليوها هكاك عاديه. هنا غادي نقطعها لكم باش تشوفوا القوام كيفاش كيجي، فكتجي كريميه جدا وناعمه في ديك الحشوه ديالها، والعجين كيجي مقرمش وبنين بزاف. ملاحظه بالنسبه للناس اللي كيبغيو الطارت ديالهم تجي حلوه شويه غادي يزيدوا شويه ديال السكر تقريبا 50 غرام في الحشوه ديال الشوكولا، الا استعملتوا شوكولا اللي كتكون نسبه ديال الكاكاو شويه عاليه او شوكولاته اللي كتكون فيها نسبه ديال الكاكاو 72%، زيدوا السكر باش ما تجيكمش مره. اما الا كنتو كتبغيو المذاق ديال المروره يمكن لكم تخليوها بلا اضافه ديال السكر. فانا 55% كاكاو ما احتاجتش انني نضيف، الحلاوه ديالها كتجي مناسبه كتجي زوينه بزاف وكتجي احسن من الطارت ديال المخابز. صافي بهكا نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو، كنتمنى انكم جربوها فعلا وصفه تستحق التجربه. الا عجبتكم متنساوش كما العاده ديروا جيم شاركوا بالقناه واضغطوا فعل الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تخلوش عليا بالتعليق ديالكم رايكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف للمتابعه
ونتلاقى فيديو جديد إن شاء الله.